في إطار أو سياق نضع يعني الهجوم اللاذع الذي شنه المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيما وصفها بالإعدامات التعسفية في العراق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أخي أستاذ سعد والسادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة. طبعا بالتأكيد يعني هذا التدخل هو يخالف ميثاق الأمم المتحدة أولا، الذي يقر أي ميثاق الأمم المتحدة سيادة الدول، وحدة الدول، المساواة بين الدول، لأنه المواد 1 و2 و3 و4 و18 من ميثاق الأمم المتحدة صريحة وواضحة بشأن استقلالية الدول وعدم التدخل في شؤونها. أبعد من ذلك، حتى أنه ميثاق الأمم المتحدة وأيضا اتفاقية روما 1998 الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية أتاحت للدول إقرار عقوبة الإعدام في قوانينها حسب قوانينها. وتعرف حضرتك العراق بلد إسلامي، الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية يؤكد على أنه لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وأيضا إن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والأنف بالأنف الأذن بالأذن والجروح قصاص. طبعا أيضا المادة 2 من الدستور العراقي، هو بلد إسلامي. الرسالة التي بعثها السامي، مفوض السامي لحقوق الإنسان، يعني تدخل أنا برأيي في شؤون العراق الداخلية في قوانين الداخلية، لأنه إحنا عندنا في القانون الجنائي أستاذ سعد أهداف العقوبة الجنائية هي تحقيق الردع والعدالة الاجتماعية. فمثلما هناك محكوم بالإعدام يطالب السامي عن حقوق الإنسان يدافع عنه، يجب أن ننظر للطرف الآخر، الأم الثكلى، الزوجة التي رملت، الأطفال الذين يتموا. القانون لا ينظر بعين واحدة، ينظر بعيون اثنين، ولديه ميزان كميزان الذهب. يعني التدرجية الموجودة أيضا في القوانين العراقية هي ضمانات للمتهم.